مشاهدينا نحييكم من جديد. عالم التوك توك في مصر، الذين يؤيدون التكاتك يستندون إلى أنها وسيلة انتقال في مناطق لا يمكن أن يتم الانتقال فيها إلا بالتوك توك، إنها كمان وسيلة دخل وإعاشة للكثير من البيوت وللشباب في ظل حالة البطالة، وكمان بيتكلموا على ان التوك توك كمان في منافع مختلفة بتتحقق من خلاله. الذين يحتجون يربطون التوك توك دائما بالجريمة وايضا بحالة القبح المنتشرة في كل محافظات مصر. تعالوا نشوف ايه التعليقات الاخيرة، نعمل ايه. هاخد بس تليفونات اخيرة. استاذة هالة، استاذة هالة اتفضلي يا فندم. استاذة هالة، استاذة هالة اتفضلي. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضلي. انا سامع حضرتك. بحييك وبحيي ضيوفك الكرام. بيحيوكي جميعا، اتفضلي. حضرتك بتناقش قضية مهمة جدا، لو ان حضرتك اتأخرتي فيها جدا على ما يعني ناقشتها يعني. طبعا التوك توك مرتبط بالجريمة. دي حاجة يعني حاجة يعني ما فيهاش نقاش. وأنا من ضمن الناس اللي نفسي ومون عيني يعني نفسي أغمض عيني وأفتح كده ما لقيش التكاتك دي في اي حته في مصر، لانها فعلا يعني انا واحده من الناس زي ما قال سياده اللواء ان هم فعلا بيمشوا على الدائري. انا كنت راكبه مع زوجي والتوك توك ماشي على الدائري وخبطنا. ويعني وفعلا بيرتكبوا جرائم كثيره جدا. يعني انا كان يعني سياده اللواء قال كل كلمه يعني ان هم فعلا بيرتكبوا جرائم. وبعدين انا عايزه اقول للناس اللي يعني اللي هم سواقين التكاتك ديت، قبل ما التوك توك يجي في مصر يعني هما كانوا بيشتغلوا ايه؟ يرجعوا لمهنتهم الاصليه ويشتغلوها، لان احنا خلاص بجد انا واحده من الناس برضو عايزه اعزل من المكان اللي انا ساكنه فيه، المفروض ان هو مكان راقي، فجاه لقيت التكاتك دي يعني اكن حضرتك جبت حاجه ورشيتها. يعني هو شكل غير حضاري، زي ما قال سيادتي اللي هو برضو ان اكتريه اللي سايقينه اولاد صغيرين بيشربوا مخدرات. انا ليا برضو واحده صاحبتي في تجربه معاها، كانت راكبه توك توك واتنين وكانوا اتنين سايقين التوك توك وكانوا حاولوا كان واحد منهم كان عايز يحط ايده عليها يعني بيلتفت كده لورا مكان ما هي قاعده وكان عايز يتحرش بيها يعني. انا بقول لكل سواقين التكاتك لا، ارجعوا لمهنتكم الاصليه. قبل التكاتك ما كانت تيجي مصر كنتوا بتشتغلوا بتاكلوا عيش وفاتحين بيوت وعندكم اولاد، ارجعوا لمهنتكم الاصليه وارحمونا. لو جينا في مجلس الشعب كانوا بيقولوا مين موافق ومين غير موافق، هتلاقي لو عملت حضرتك وشفت اراء الناس هتلاقي مثلا لو 20% عايز التكاتك و80% مش عايزها، خلاص يبقى الاغلبيه هم بيقولوا لا احنا مش عايزينهم، احنا من حقنا ان احنا نعيش في امان. انا ما اقدرش اخلي ابني ينزل، ويعني انا ابني عنده 10 سنين بخاف عليه ينزل، هو مش لازم يكون راكبه. طيب انا عشان عشان سائق توك توك فانت بتقول ايه يعني؟ يعني عملت حضرتك عملت احصائيه مثلا 20% من الشعب المصري بس هو اللي عايز التكاتك و80% مش عايزين. على فكره كل واحد بينتقد التكاتك عنده عربيه ملاكي مش محتاج توك توك اساسا. القطاع الاعظم كمان العربيه الملاكي مش تهمه يعني. لا مش تهمه، مش تهمه، بس يعني الفكره انه مش محتاج التوك توك، لكن الشريحه الكبرى في الشعب المصري هم الفقراء والغلابه، ودي الشريحه اللي بتركب توك توك. يعني ست اللي هو بيقول لك انه بيمشي في القاهره، لو حضرتك موفر له وسيله مواصلات في القاهره والله ما هو راكب توك توك، هيركب وسيله المواصلات. طب هنا لو ربطها بانها وسيله انتقال الغلابه وكانك هنا يعني لا تعدم الا الغلابه. طبعا هي كده. الايجار بتاعه دلوقتي يا استاذ وائل ما بقاش زي ما اول ما نزل. ما كانش اول ما نزل كان ب 50 قرش وبجنيه. ما هو عشان كده دلوقتي بقول لك ال 5 كيلو رقم على فكره من الدلنجات لعزبتي. بقول لك اسمع، من الدلنجات لعزبتي. لا ما وصلش. وانا بقول على الهوا والناس نسمع يا جماعه، نسمع الناس سامعيني في البحيره اهو، من الدلنجات المركز بتاعنا لغايه العزبه بتاعتي بياخد 20 جنيه 5 كيلو. بتبقى حضرتك اللي 5 كيلو. مش انا، الناس اللي جايين لي.
الناس اللي بتيجي ده هم بيبلغوا بس انا شايف انها مش وسيله انتقال الغلابه مش غلابه طيب. هو اللي بيدفع هو خمسة. عشان وصلنا بسرعه بس استاذ داخل المدينه في الدلينجات هو عايز بياخده من مكان لمكان ب 3 جنيه يعمل قيمه ب 3 جنيه بيوديه من مكان لمكان 200 300 متر هو عايز يقنع سياده الدوله ما هو البديل هتلاقيه ب 10 جنيه و 20 يعني لو يركب ميكروباص ما هو البديل هتلاقيه اغلى يا استاذ الله ينور على حضرتك قلت مفيش لا بقول لك مفيش الكلام بتاع ان ده بتاع وسيله انتقال الغلابه والله ارخص وسيله ما بقاش وسيله انتقال الغلابه استاذ عمرو يا بيه استاذ عمرو الشرقيه اتفضل هو وسيله انتقال الغلابه فعلا يعني مش لا ما حدش يقدر ينكر الكلام لا لا ارخص لا انا بنكر ما بقتش وسيله الفقراء الجماعه اللي بيقول لك وسيله الفقراء لا ده حقيقه امال بيمشي في الشارع ليه الله طب هو بيمشي في الشارع ليه انا ما بعت اجيب الامبوس البوتاجاز بياخد يا جماعه لما اوصل لك يعني استاذ عمرو اتفضل اللي بيجيب انبوبه البوتاجاز بياخد 20 جنيه اتفضل مساء الخير يا سيد وائل البيت تحياتي ليك وكل ضيوفك الكرام وتحياتي لسياده اللواء فاروق المكرحي طبعا هوجه له حاجات بصفته راجل شرطه محترم هو يعرفها اكتر في منطقتي انا من مركز ومدينه الحسنيه طبعا ممكن بلديات اختنا العزيزه اللي موجوده وانا بعزيها بقول لربنا يرحم محمد يا رب واجعله في الجنه اشتغلت في الشرقيه وعارف الحسنيه وعارف اهل الحسنيه كويس قوي عارف العائلات اللي هناك كله ارجوك تسمعني بقى يا سياده اللواء فاروق عشان انا بوجه لك كلام هنا كلامته في الشرقيه اولا لو نتذكر اختنا العزيزه والده محمد ربنا يرحمه برضه في نفس الواقع هي اكيد سمعت على القصه دي في الحسنيه كان في ولد الله يرحمه كان اسمه حسام الشاعر ده كان ولد في حدود ال 25 سنه مش صغير يعني كان في بلطجيه استدرجوه ان هو يروح مشوار في حته بين مدرسه في مدرسه الصناعه والزراعه في الاماكن بعيده عن الحسنيه طبعا وطبعا قتلوه يا استاذ وائل وضربوه واهانوه ووعد الولد يا عيني ما وقع كان سواء توك توك بيصرف على والده الغلبان واهله وكده فالولد من خوف على التوك توك يروح منه فمسك التوك توك وهو بيتجرجع على الارض فالبلطجيه قطعوا صوابعه وهو ماسك التوك توك يا خلاص يعني الاجرام طيب ومنها كثير ومنها كثير انا مش عايز احكي على وقائع زي كده في البحيره كتير ده موجود وقائع كده زي كده كتير في البحيره طيب بالاضافه الى قضايا الاداب اللي بترتكب في الطرق الجانبيه قضايا الاداب ايوه بواسطه التوك توك طبعا قضايا اداب وكثيره وبعدين دلوقتي نقل المخدرات كلها بواسطه التوك توك وخطف البنات والاداب طيب. خلونا عشان الاستاذ سيد والد محمد السيد اللي انضم الينا استاذ سيد يعني طبعا الام اتكلمت في ايه اللي ممكن تضيفه في واقعه محمد يعني واقعه محمد بتسلط الضوء على انه سائق توك توك هي بتقول انا هو مش سائق توك توك انما يعني التوك توك بتاعك انت يعني ولكن سائق التوك توك في ساعتين ثلاثة هم استصغروا الولد انه سهل جدا انهم يخطفوه مع التوك توك ويسرقوه منه وفي النهاية تتحول الى انهم قتلوه يعني تمام البعض هيقول ما هو ده دليل على ان التوك توك يسهل ارتكاب الجريمة وانت جبت التوك توك كمصدر دخل للأسرة يعني طبعا انا صاحب عيال وصاحب بيت برضو وعندي ورشة على قد حالي برضو ويوم شغال ويوم مش شغال وعندي بنت وولدين وبيت بيصرف فقلت اجيب التوك توك ده هو يساعد معايا في اجيبه قسط ويساعد معايا في الورشة معايا امي وبيجيب دخل في اليوم يومي يعني. ايوه مركبه الواحد شغال عليه واحد كبير شغال عليه بيطلع بيه بيشتغل وبيجي مثلا العصرية يريح شوية عندي في الورشة يسيبه ويمشي يروح فمحمد ابني شاطر ناصح يعني شغال معايا في الورشه وبشتغل سباك رجع ولا راح لا ما جاش لسه ومحمد شاطر ناصح انا لو مش عارف انه ناصح وشاطر مش هقول له اركب وبعدين هو مش صغير ده هو رايح اولى ثانوي 17 سنه ناصح فهو اللي بيقول لي يا بابا انا عايز اطلع اجيب قسط التوك توك اجيب اي بنزين التوك توك اغير زيت للتوك توك اعمل اي حاجه تبقى الورشه مريحه يعني ما فيش شغل والعمليه مريحه والتوك توك واقف هو يصعب عليه التوك توك واقف والورشه مريحه يقول لي يا بابا انا اقطع ساعتين طب يا حمد هو حد ياخدك بعيد هنا ولا بتاع لا عيب يا بابا انا صغير ما انا عارف وهم اللي خدوه دولي خدوه سحبوه حته في حته مش خدوه قالوا تعالى ودينا مثلا الحته البحر البار اللي هم موتين فيها لا خدوه حته في حته في حته ضلمه انه من منطقه لمنطقه من منطقه لمنطقه يعني. خدوه من مكان لمكان يعني ودينا مثلا حد الكوبري وبعد الكوبري طب والنبي يا اسطى خش الحته اللي قدام خدوه كده استدرجوه يعني استدرجوه خدوه في شارع
وراحوا عايزين ينزلوه من التوك توك، انزل يلا من التوك توك. طبعا هو اللي بيعين قصه التوك توك، ربنا يصبركم، هو اللي بيعين قصه التوك توك وهو اللي واقف معايا في كل حاجه، فصعب عليه ان هو يسيب التوك توك. ربنا يصبركم. هيسيب التوك توك ازاي؟ خلينا ناخد تعليقات اخيره. انا شو عشان تقول لي انت بس كسائق توك توك ايه الحل؟ الحل بقى يعني الحل خلي التوك توك بعيد عن المرور مؤقتا، وندخل بقى على مجالس المحليات ثواني بس حضرتك، عشان بنطبع رقم على التوك توك من كل يعني. ده عايز رخص ببلاش سريع. لا ابدا لا هو كده ببلاش، بلتزم ما حق الدوله. لا 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 هدفع للدوله كل طيب شهر إيه لا اقل لا. مبلغ كل شهر 50 جنيه مثلا للمجلس ده لحد ما بندي مهله مثلا. لا 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 مش احنا عدينا مهله كتير. هي كلمه مهله دي هي اللي باظت الفيديو كلها. اول حاجه الاقتراحي كلمه مهله هي اللي باظت. شايف الترخيص يكون من خلال المرور طبعا طبعا. شوف اجراءات معقده. احنا مش بكرين، احنا لا لا مش هننكر كلنا ان دي اصبحت وسيله مهمه للانتقال. عشان نعد كده نقاط سريعه. اصبحت بس اديني فرصه. اصبحت وسيله مهمه. من الكلمه ما خلفتش اسمعني بس اسمعني بس انت بتتكلم غلط. اصبحت بيعبر عن راي الصحفي. هو ده عامل اصبحت وسيله مهمه للانتقال محدش ينكر. اصبحت مصدر رزق محدش ينكر الكلام ده. خلينا بس الحل يا ست. الحل لابد من التقنين. رخصه مرور ما ينفعش حاجه اسمها رخصه وحده محليه. رخصه المرور وفي الماده من 173 ل 176 في قانون المرور بترخص. انت عايز رخصه بترخص التوك توك محليه محليه بس لا مش عشان واعطاء حق الدوله. احنا دوله مؤسسات وقانون. لابد ان تاخذ الدوله حقها في كل حاجه. اكمل بقى الوسائل الهمجيه. الوسائل طيب بسرعه عشان بس الوسائل الهمجيه والوسائل العشوائيه دي مش هنوصل بها النتيجه. انا مش عايز اقنن التوك توك بس، انا عايز اقنن اللي هيسوق التوك توك. اللي مرتبط بالجريمه ليس جسم التوك توك، اللي بيسوق التوك توك. طيب لازم يكون له شروط. بس لازم اقول الشروط بتاع اللي هيسوق. بقول كله اديني فرصه بس اقول الشروط بسرعه. لا لازم يتعمل له اولا الجريمه دي مرتبطه بالمخدرات وتعاطي المخدرات. لابد اول اختبار تحليل المخدرات. لازم يكون له سن محدد. لازم يكون بعد سن البلوغ وتجديد العقوبه على المجرمين. لازم يكون معاه شهاده محكوميه على الاقل. مفيش حاجه اسمها جهل ان هو يسوق. حاجات تعجيزيه ده بس مش تعجيزيه. القطر بيركب بيشرب مخدرات. لا 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 مش مخدرات متداوله. عايز سواق عايز يقرر وضع المخدرات. انا عايز سواق توك توك عايز يقرر وضع المخدرات. لو ركبت مركبه بيسوق ما ينفعش مخدرات. ازاي الكلام ده؟ انت هنا وكانك عايز تقول هو مرتبط بالجريمه. الجريمه مرتبطه بتعاطي المخدرات. انا مش عايز اصعب. خلينا نكون واقعيين. لا انا مش بصعب. انا مش بصعب. انا باخد واحد اعرف كل الناس ماشي مين الصعب بتاعك مين. يعني انا لما اقول ما يشربش مخدرات انا بصعب. مش بصعب. لا يقول لي بصعب بصعب عشان اقول له مرخص. لازم اول اختيار واحده دي. لازم اول اختبار يا عم كده اللي هو فرق هجنك يحلل لك دلوقتي. لازم اول اختبار يتعمل لما يشرب التوك توك. اختبار قطعات المخدرات لازم. يا استاذ احمد بس مش هينفع حوارات جنبيه. لو حللنا كل الجرائم دي يا وائل بيه، لو حللنا كل اللي احنا بنقوله ده كله من الاول خالص، مرتبط بانسان غير مؤهل ان هو يقود مركبه ويتعاطى المخدرات. طيب ستلوست عليك الاخير بسرعه في 10 ثواني. لا 10 ثواني ما ينفعوش انما هم خمس ثواني. ونمنع التكاتك من المناطق الحضريه. انا مع المناطق الحضريه السياحيه اللي تحافظ على المدن الحضريه مصر ووجهه السياحه اللي نمنعها منها. طيب اتفضل. شوف عايزين نحل ولا عايزين نهرج؟ اذا كنا عايزين نحل فول ستوب نقف وقفه كده. قلناها من الاول انه مفيش تكاتك بعدها. مفيش استيراد ولا تصنيع محلي ولا تصنيع محلي ولا تجميع محلي. لا تجميع ولا تصنيع ولا اي حاجه. نقف على اللي موجودين فعلا. اللي موجودين نشكل طيب. لجنه من المهندسين بتوع قسم السيارات في كليات الهندسه المحترمه الثلاثه القاهرة واسكندرية وعين شمس، ويقعدوا يعملوا لي ديزاين لتطوير هذه الآلة الحقيرة. والله في ناس بعتلي صور تطوير لمركبة. ما بنقول نطور هذا بمعرفة الديزاينر بتوع كلية الهندسة. ده نمرة 2. طيب. نمرة 3 والأهم علشان نرخص لازم يكون لكل مركبة ورق ولكل مركبة إجازة من المرور بالمعرفة الفنيين. وقائد المركبة لازم يكون له سن لا يقل عن 20 سنة أو 21 سنة ومعاه رخصة قيادة إيه؟
مرتبة طيب. اللي هي الموتوسيكل. طيب يعني انا عايز اقول في 10 ثواني في حل جميل جدا. الاول التوك توك موجود في فرنسا، موجود في باريس وبدال وبتسوقه ستات، ربما يكون اختيار الانسات ان هم يسوقوا ده حل امني وحاجه جميله جدا وراقيه جدا. خلينا نعمل في مصر هنا حاجه بديله، مش هنقول ستات، هم بيتخطفوا، مش هنقول ستات هنا، ستات سوق. لا هو شاب مخطوف، شاب هو مش انا لما قصدت اقول كده اقول ان اختيار القائد قد يكون صفه معينه، صفه امنيه. لازم هنا القائد اللي يسوق التوك توك وهو طيب. مركبه خطر، اكشف عليه جنائي، احلله مخدرات، اعمل له خط سير. اظبط خط سير ازاي؟ بشكركم جميعا. اخر حاجه بس، خط السير لابد يا فندم، خط السير لابد ان يكون كل واحده محليه للتوك توك لها لون، كل مدينه لها لون، عشان لما يغادر يتكشف ان هو غادر. كل مدينه لها لون بالظبط. اتفضل بالصوره. انا بطالب اعدام الناس اللي موتت ابني دي، وانا معاك. كل من هو اشترك في جريمه ابني، لسه طالع من السجن، لسه طالع من السجن، ياخد اعدام. نزل ليه بقى ياخد اعدام؟ السنه عدت بثلاث شهور. ليه بقى سعادتك ياخد اعدام؟ عشان يبقى عبره لغيره، فكر ان هو قبل ما يقتل عيل زي كده. هلا نثق في قضائنا ان شاء الله. جنايه الخطف مقترنه بقتل، لابد من الاعدام. الموضوع منتهي، ما تقلقش. كانوا اربعه او ثلاثة ياخدوا اعدام. شكرا جميعا، وغدا ان شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة.